بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذه تأملات في سورة الشعراء. الحقيقة هذه السورة تلامس شغاف القلب. السورة آياتها قصيرة جدا، ولكن فيها قمة الإعجاز والتعبير والبيان والتصوير، حتى إن كلمات هذه السورة تصور الحالة النفسية لمن تتحدث عنهم. بسبب عظم هذه السورة، الله سبحانه وتعالى بدأها بحروف مقطعة طا سين ميم، ثلاثة أحرف، وهذه لها سر يتعلق بعدد وتوزع وطريقة وجود وتكرار هذه الحروف في السورة. إذن هذه الأحرف تدل على بناء رياضي محكم يتعلق بهذه الحروف الثلاثة. تلك آيات الكتاب المبين. القرآن وصف بأنه مبين، أي واضح بين. في كل الكتب المقدسة لا توجد آية مثل هذه على فكرة. إذا أردت أن تدرك عظمة القرآن، أعمل دراسة مقارنة بين القرآن وبقية ما يدعى طبعا تسمى بالكتب المقدسة. هذه الكلمات الأربعة لا تجد مثلها في أي كتاب آخر. تلك آيات الكتاب المبين. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية تخاطبه وتواسيه وتقول له: يا رسول الله، لا تتعب ولا تحزن، لا تتعب نفسك، لا تحزن، لا تضيق نفسك، لا يضيق صدرك. النبي كان حريصا على هداية الناس. طيب بالله عليكم، الملحدون يقولون إن النبي يكذب وكان يحب الخمر ويحب النساء والسلطة وكذا. طيب لماذا يخاطب نفسه ويقول لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ تأمره هذه الآية ألا يحزن ولا يضيق صدره ولا يعني يحمل هذا الهم الكبير، كان يحمل هم أمته عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الآية فيها مواساة لهذا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، كأن الله يريد أن يقول له: لا تحزن يا رسول الله، هؤلاء لا يستحقون الهداية أصلا، لقد آذوا النبي وآذوا المؤمنين وأساءوا لله ولعباد الله، لا يستحقون الهداية، فلا تتعب نفسك، أنت عليك البلاغ. إذا أراد الله يستطيع أن ينزل عليهم معجزة تبقى أعناقهم هكذا. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني يا رسول الله، الله قادر أن يجبرهم على الإيمان يبقون هكذا. هذه الآية ترد على بعض الملحدين الذين يقولون: لماذا لا نرى الله؟ إذا كان الله موجودا فليجعلنا ننظر إليه. طيب إذا أنت كنت لا تستطيع النظر إلى الشمس مباشرة وهي مخلوق صغير وتافه من مخلوقات الله، كيف ستتمكن من النظر إلى الله؟ هل عيناك تتحملان؟ أنت عيناك لا تتحملان أشعة الشمس. لذلك الله قادر يقول لهؤلاء الملحدين ويخاطب حبيبه نفس الوقت: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. تبقى هذه الأعناق هكذا خاضعة، ولكن الله لا يريد هذا الأسلوب. الله يريد أن يعطيك حرية كاملة، منحك الأمانة، يعطيك حرية كاملة لينظر ماذا تفعل، لأن الله يريد من يختار طريق الإيمان بمحض إرادته، بإرادة صافية ليس عليها أي مؤثرات من الخارج.
وكأن الله طبعا حاشا له وكأنه لا يتدخل، ولكن طبعا كل شيء بأمر الله. لذلك ترك لك حرية الاختيار كاملة، ولكن إذا جعلك مثل الحجارة، ما رأيك أيها الملحد أن يجعلك الله خاضعا لأمره مثل الحجارة مثلا، لا تستطيع أن تتحرك؟ ما هي فائدة الحياة وما هي قيمة الحياة؟ لذلك الله كرمك عندما أعطاك حرية الاختيار، ولكن للأسف هناك أناس لا يستحقون هذه الحرية، يجحدون ويكفرون وينكرون. هؤلاء لا يهديهم الله إلا في حالة واحدة، إذا بحث بإخلاص عن الله سوف يجد الله سبحانه وتعالى. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. حتى اليوم هذه الآية تنطبق على ملحدي اليوم، كلما قدمنا لهم آية من آيات الإعجاز العلمي ينكر، يزداد إنكارا. تقدم له حقائق واضحة ينكر ويزداد إنكارا. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، يعني يأتيهم الجديد باستمرار، تأتيهم آيات جديدة وبينات جديدة ومعجزات جديدة باستمرار، وحتى يومنا هذا. يعني الإعجاز، إعجاز القرآن هو استمرار لهذه الآيات، على الرغم من ذلك إلا كانوا عنه معرضين، يعرضوا عنه، سبحان الله. وهم يرون هذه الآيات ويعرضوا عنها. فقد كذبوا، الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. انتظر واصبر. هذه النار التي يستهزئون بها، انظروا إلى مواقع الملحدين، والله هذه الآية تنطبق على كل ملحد اليوم. يجلسون ويستهزئون بالنبي، يستهزئون بالقرآن، يستهزئون بالأنبياء إجمالا، يستهزئون بكل الأديان ليس فقط بالإسلام. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كيف، يعني أليس لهم أعين ينظرون بها إلى هذه الأرض؟ أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؟ انظر إلى هذه الفاكهة كريمة تطعم الناس عبر مئات الآلاف من السنين، على الرغم من أن الإنسان ينكر ويجحد ويكفر ويسيء للنباتات ويسيء للبيئة، إلا أن هذه الأشجار لا تزال تثمر وتطعمه، فهي كريمة. أعطاها الله هنا صفة الكرم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا هو المقطع الأول أيها الأحبة من هذه السورة المباركة، ختم بهذه الخاتمة الرائعة جدا. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. أكثر الناس غير مؤمنين بالفعل، انظروا اليوم إلى خريطة العالم، معظم الناس غير مؤمنين، ولو أن المسلمين أيضا عدد كبير منهم لا يطبقون تعاليم الله سبحانه وتعالى، لا يطبقون تعاليم القرآن. وبالتالي إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا الإله رحيم مع عزة، ليس مع ضعف. العزيز هو القوي المسيطر الذي يستطيع أن يتحكم، عزيز، على الرغم من أن الله قادر أن يعذبهم وقادر أن يهلكهم وقادر أن يريهم معجزات تبقى أعناقهم خاضعة هكذا مثل الأصنام أو مثل الحجر، على الرغم من ذلك هذا الإله رحيم، سبحان الله، رحيم على الرغم من معاصيهم وكفرهم وإلحادهم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا، إن شاء الله في لقاء قادم نستكمل يعني تأملات في سورة الشعراء، هذه السورة الحقيقة التي مهما قرأتها لا تمل منها، مهما استمعت إليها سبحان الله، كل مرة تستمع إليها
يعني أنا منذ أكثر من 30 عاما وأنا أستمع إلى هذه السورة، وكلما استمعت لكلمات وآيات هذه السورة أشعر أن هناك شيء جديد. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا. اللقاء القادم إن شاء الله نستكمل في قصة موسى عليه السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.